هاي انا يامي، اذا انتم جدد هني او طلعت لكم بالاكسبلورر او بالريكومنديشن حياكم، لا تنسون انكم تتابعوني وتضغطون على زر الاشتراك وجرس التنبيه وتابعوني بكل القنوات الثانيه، وهذا لانه وايد راح يساعدني. وثانكس. انت المايك الرابع. اليوم بيكون غير، دائما غير. الله، ليش عشان صار لك شهر؟ مو بس صار لي شهر. اليوم تكملين شهر معانا يا سارة. عشان كذي اليوم غير. غير كذي، الكويت كلها مغيرة الساعة البيولوجية مالتها بسبة وجودك هنا. الله يخليك. كنهم في عالم الخيال. الله. ما كنهم في بالصدق قاعدين، جرافيكس احنا الحين قاعدين بالصدق. عاد انا لابس اليوم جزاشة بنية بعد يعني. اه. عندنا اليوم في المايك الرابع. منو؟ الجميل عيدان بو عيدان. فيديو جيمر ويلعب مو جيمر قشطه جيمز اسمك عيدان بعيدان النعم والله انا بحالك حبيبي يعني مطرف المطرف مثل مطرف تقدر اسم ذهبي اهم شيء ناس ذهبي الله يسلمك قعدناك احنا الصبح ولا انت تقعد الصبح لا والله عدلت نومتي والله كله بالليل اي كله سهران ما شاء الله بس شكلك تلعب الكره الامريكيه او شيء كذي يعني جسمك ما شاء الله نوعا ما نوعا ما بالبحر عرفت تمشي على البحر انا حسبالي بوديجارد عمرو دياب يعني أوفق يعني أوفق حبيبي تحتار تغشمر بالبداية أكيد لازم لأن جتني النوم أنا بعد شوي لا لا الله يعينك صار مشكلة والله يا بعد قلبي زين أنا بس ببلش معاك بشغلة قولي قول خعاخع خمس مرات هذه مشكلة حرف الراع فيني الأدغى دائما يصيدوني بس والله حلوة غرام فراغي هذه صعبة ترى والله العظيم أتمنى تكون عندي أنا هذه اللي ايه؟ حرف الراع استانس واحد لما يسولف إيه حلوة مو كذي عندي ايه. أنا قاعدة أطالع له فيديو ايه؟ إنزين من كثر ما أن هذا الشخص محبوب في عالم الفيديو جيمز ومن بين الناس اللي تلعب مبين البريد يعني من عنوانه يعني كل الفيديو جيمز محبين الفيديو جيمز قاعدين يدخلون معاه بمداخلات عجيبة احنا عيدان عشان نعرف الناس في هذا العالم خلينا نقول ان انتم لكم عالم خاص إيه؟ انا في يوم من الايام كنت انتمي حق هذا العالم بس اكتشفت ان الناس يعني شويه مو فاهمه اجواء الفيديو جيمز ومو إيه فاهمه طبيعه انا واحد منهم اي ولا فاهمه طبيعه البشر اللي يلعبون فيديو جيمز وماخوذ عنهم فكره ان هذيله لا شغل ولا مشغله فاضين 24 ساعة يلعبون ما هم هم إلا البيئة ومعتبرينهم كنهم يعني في عالم الطفولة يعني أنت شو ترد على هذيل الناس شوفي على سالفة عالم الطفولة يعني شفتي لما يقول لك إنه في ألعاب لها أعمار معينة أنا يعني واحد يعبالي إنه شيء عادي إنه مثلا لعبة 18 عادي خلي أعطي الياهل يلعب هاللعبة بس أنا وأنا صغير يعني أنا لعبت يمكن عمري 3 سنين 4 سنين حاشتني على قولتهم معقد نفسية بسبة إنه ما فهمت شنو باللعبة وآخر شيء لعبة ميكي ماوس على فكرة إنزين يعني تنزل ساحرة من فوق وعشان تأخذ مني تبوكها من ميكي مثلا شنو اللي كيصير أنا مو مستوعب يا أهل صغير فعشان كذي صدق هذه يعني واحد إذا لازم يجرباله إنه يعطي الألعاب المعينة حق الأطفال لأن العمر صدق يلعب دور والعالم الجيم ترى وايد كبير يعني في ألعاب البسيطة ألعاب بس تضيع الوقت وفي ألعاب لا يعني تأخذش ديب بشكل مو طبيعي تأخذ ساعات معينة وكذي على موضوع الديب أنا في يوم من الأيام تابعت يعني برامج الوثائقية عن ألعاب الفيديو جيمز تمام يعني مقسمينها أقسام مو هي في شغلة تكون تحديات إنزين حسب الريكورد أو الرقم القياسي أيوة. وفي عالم يسمونه عالم البلاي رول ايه. انا حاليا قاعدة اشوف الاطفال متجهين باتجاه البلاي رول مو بس الاطفال حتى الكبار ايه. وحاطين كذي السماعة على اذنهم وعندهم عالمهم الخاص ابيك تعرفني في هذا العالم شوفي في العاب على قولتهم بتصير البلاي ثرو في العاب تصير على قولتهم رول بلاي رول بلاي مثل العاب الحين في لعبه توها نازله جديده على قولتهم نفس طق يعني فيها من دي ان دي وايد اللي هي بولدر جيت 3 تخيلي انت هذا بعدين شديد قاعد تلعب انت اي نعم نفس كذي عرفت هذه طبعا لعبه رعب وفيها الغاز وايد يعني حتى بعد ما تخلصين اللعبه عادي تقعدين تأشر علشان بس تفهمين القصه لهالدرجه عرفتي يعني حلوه حق قاعده الدواوين تحلون الغاز مع بعض فنرجع ونقول على سالفه ال شو كنا نقول عن البلاي رول البلاي رول اي شلون نقول لك البلاي رول يعني مثلا الحين
لما تلعبين اللعبة تخيل فيها 10,000 نهاية حق القصة، أنت اللي تختارين شنو النهاية. ولا تنسين أن في ألعاب يعني حتى اللي مسوين القصة من ناس معروفة، يعني حتى في لعبة اسمها Elden Ring اللي مسويها القصة مال اللي مسوي قلم فرنس. بعدين شنو الألعاب هذا؟ إحنا بس نعرف ببجي قبل. هذا البيسك، هذا البيسك يعني. بس في ألعاب وايد يعني. في ألعاب. أنا الحين أدش مكان سارة. أشوف واحد يصارخ قاعد يلعب مع ثمانية ويعصب لا وي من الظهر ليل ليل أي قاعدين يعني يعني شنو يعني شنو يعني مثلا يغزون مثلا مكان هو فلوس فيها هو تشوف مو سالفة فلوس فيها أول يعني غازي فلوس صجية ولا عادية قصدك إنه يدفع على اللعبة أي طبعا أكيد في ألعاب تنفع فلوس صجية عشان تختصر وقت أو حق الكوزماتيكس مثلا أنت بتغير شخصيتك الألوان متعة تغير شيء مو طبيعي يعني مثلا خلي أقول لك يعني الحين مثل ما أنت تو قلت ناس تقعد بالثمان ساعات والعشر ساعات هي بالعكس أنت تشوفها ممكن شيء سلبي بس بعض المرات تكون وايد شيء إيجابي ليش لأن على قولتهم انت نفسيا قاعد تلعب قاعد تندمج ترى اول شيء مخك ينفتح ايه اول شيء تريحك نفسيا انت على قولتهم ضيع وقتك بشيء حلو ايه. في قصه في على قولتهم شغل شيء شغل مخك من الغاز ايه. من تعرف على ناس مثل ما قلت لك في ناس لما تصرخ انت تقول هذا شنو قاعد بروحه ايه. لا هذا قاعد بالديسكورد مع عادي 20 واحد ايه. وقاعد يسولف وياهم ويتعرف على ربع يده فوايد شغلات مو بس ضيع شنو قصه ان انتوا الحين اغلب الناس اللي داشين في موضوع الفيديو جيمز ان تفتحون ستريم وعندكم قنوات يوتيوب انزين انت الحين قاعد تلعب اللعبه بروحك او مع ربعك ايش ما له فاتحين يوتيوب وتعلقون وتسوون وتعيشون قصه لا انا ما استغرب منكم انا استغرب من الناس اللي تتابعكم مو اللي قاعد تلعب هو الحين ما انا ما العب في ناس ابو كميل يدخل اليوتيوب يطالع الحلقه مالت الشخص اللي يلعب يطالع شلون هو قاعد يلعب وشلون قاعد يعلق أيه. هذا العالم عرفني عليه ايه شوف أيوه. الحين لان في العالم نفسه على قولتك ان في اكثر من طريقه انا مثلا مهتم اعرف طريقه تفكيرك انت الحين بتلعبين اللعبه فيها الغاز وفيها رعب فانا اقول لحظه شلون الحين قاعد تلعب شلون تفكر بحل الالغاز زين انا مريت بهالمكان حليته بهالطريقه هي شلون راح تصيد فانا اتحمس اشوف شنو انت راح تسوين مع الوقت فهذا الشيء ويخلي الناس يعني قلتهم تستمتع بالمشاهده وترى المشاهده وايد عاليه لدرجه ان اكثر من حتى نتفليكس والسينمات العالميه فوق 40% ابو عيد انا اشوف الحين يسوون صالات يعني خصيصا حق السوالف يعني لا وشيء مهرجانات كبيره بس انا اسال ابو عيد الحين يعني معلش يعني ممكن اروح مع الجانب الثاني إيه؟ هالعشر ساعات يقولك ما تقدر عينك انت لما تكون مركز عشر ساعات صعبة يعني حق العين يتروالي هو هذا شيء اكيد علشان كذا انا البس نظارات انت بعد من اللي تقعد انا اي اقعد وقت طويل لان اندمج وتغلي والوقت يمر بسرعة عرفت فلازم النظارات حتى لو انت نظرك ما في شيء تلبس نظارات خاصة اللي فيها تكون اللون الاصفر هذا علشان لا يجيك الارق لان انا حاشتني بعد مشاكل بالارق ما اقدر انام بسبب الالعاب وتعصب على اللي هذا لا ما اعصب يعني قصدي انه تندمج قصدي اندمج ايه بس في ناس اللي بتعصب هذا تو ماتش بس لا انا بالعكس يعني اخذها بشيء حلو عرفت زين ايجار عشان ما تشد اعصابك انا قبل خابر اخر مره لعبت اتاري هذا اللي طخطخ هذا شوف على اتاري والشغلات هذه الالعاب الريترو ترى للحين في ناس يلعبونها وترى شيء قوي انا اتاري الحين مو الالعاب موجوده هذه المات ابي مات اللي تمشي تشي تتسبنزين ليه الحين موجود هذه ابيها تكفى هذه ليه الحين موجوده وشوف وشوف على فكره شوف حتى الالعاب هذه انا ارجع بعض المرات يعني اقول ابي اخلص العاب الطفوله انا اسوي بعض المرات برامج يعني بالقناه مالتي ان مثلا اقول انا في العاب ما ختمتها وانا صغير بختمها الحين بعيد انا ما راح اخليك هذه ترى والله العظيم عيون لك حبيبي عيون لك تذكر تستمعون ساره شفتي هذا اعرفها لحقت عليها واللي تدشين بنت انت بتطق شيء عندي شيء خيال تعرف هذه النغمه مالت ترت ترت اكو مالت يعني ماريو زين السؤال الحين احنا انا لحقت على الماريو لحقت على الاتاري بطيئه ماريو شوي اسرع سونيك لما يا سونيك بالنسبه لنا هذا سبيد عالي زين هذا يعني وايد انه عالي بعدين طلعت كراش ما كراش يعني قامت تصير الالعاب اسرع انا السؤال فورتنايت على اللعب الالعاب اللي كميه السرعه او الجرافيكس اللي انتم تشوفونها انتم جيناتكم نفس جيناتنا يعني انا ما اقدر اثبت ولا اقدر العب هالالعاب هو نفس الشيء نفس الرياضه نفس كره القدم الشباب على قولتهم لما يدشون مثلا نادي ولا شيء لما يلعبون مباريات من عمرهم 18 17 24
بس لما نكبر مع الوقت تقل التركيز او القوه البدنيه. نفس الشيء بالالعاب، حتى السرعه لما تشوفي ما شاء الله في ناس ياهال صغار مثلا يلعبون يدشون بطولات تشوفين يفوزون شلون ما شاء الله سرعتهم كذي، هذا نفس الفكره. مع الوقت لما نكبر تحسين التركيز يقل، بس انه بنفس الوقت ترى هذا شيء ينشط يعني. نفس لما تلعبين تشيس، لما تلعبين مثلا شطرنج تشوفين نفسك انه بسرعه تعرفين شلون تفوزين على اللي قاعد باغينه كذي، فياخذ يقوي سرعه التركيز. بس بعيدان في شغله قالوها ان لا تلعبون عيالكم حوت ما شنو يعني حق اليهال مو زين يذبحونه، ما ما فهمت شنو هذا الحوت حق لا اي العاب اللي تؤدي للانتحار الانتحار ما شنو شنو هذا كله فيك نيوز، هذا كله كذب ما له شغل. وطبعا يعني مثل ما قلت لك يعني اهم شيء ان الواحد يدير باله على الالعاب اللي يعطيهم عياله. يعني في العاب يعني في يعني العاب كذي يعني اي شيء مو طبيعي. لا والله دمان وطق صجي يعني اي حق الناس الكبار، وبالعكس وفي العاب تنمي الصغار تعلمهم قوه الصدر. علاقة تعلم شلون يحترم الكبير، شلون يتكلم بأسلوب حلو. ترى هم لا 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 لحظة 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 ترى هي سارة ترى بس مو فورتنايت بس مو فورتنايت فايت نايت موضوع تنمي الصداقة والموضوع الواحد إنه يبني علاقات وكذي الكبار زين. أنا أقعد أتابع عيالي لمن يلعبون تمام. أنا قاعدة أشوف الطفل لمن يدخل في هذا العالم وبوجود متابعة لحق انه هو يلعب زين. انا من النوع اللي ما امنع العيال بس اتابع اوكي دش الفورتنايت ادخل العب، بس الكبار زين الحدود مالتهم مختلفه واللغه والاسلوب مختلف من امه اكيد. مو معطين لا مو معطين اعتبارات ان في اطفال في الغرفه في اللعبه معاهم. شوفي يعني هذول شلون تصرف وياهم؟ شوفي طبعا اكيد الشخص نفسه مسؤول عن التحركات اللي هو يسويها والكلام اللي يقوله. عشان شيء في بعض المرات لما تدش القنوات يعني حتى لو كان واحد صغير مسوي له حساب قاعد يتابع قبل لا يدش يطلع له ترى هذا الستريم حق 18 سنه وفوق. اوكي مثلا اذا كان الشخص اللي يلعب هذا يدخن ولا لسانه فالت ولا هالشغلات هذه فيحطون له العمر. بس على قولتهم هم هذا يعني يعتبر هذا الجانب السلبي من مثلا الالعاب الفيديو جيمز، بس انه في وايد جوانب ايجابيه. انزين ابو كميل انا بسالك سؤال الحين يطري عليك كلمه علوقه؟ علوقه اي انزين كان لك علوقه؟ ايه شنو؟ يصير اسال وايد زين صح شوف قبل لا 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 قبل احنا يعني احنا يمكن يدري بعد بعيدان وكذي يعني انا جيلي بعد ثمانينات لازم كل بيت له علوق يعني كل شخص صح مثلا فهد جبيهي حلو كان عندي هذه شو اسمه القصه هذه القصه سمى القصه ولا ما ادري شو اسمها ليبها ليبها انت شو تسمى قصه شخباري قصه قصه الحين عطر كانه هذا بيتي عوده فيسموني فهد جبيهي حلو جبيهي هذه علوقتك وفي اي بس ها في ناس بعيدان للحين هم يدان إيه؟ وصارت معاهم مستمره معاهم اي لان يعني بس بكلماتهم يعني تضحك زين فينا يعني خلينا نقول على وقتكم يعني الناس تعلق عليك وتعطيك هذه العلوقه لا لا احنا كل واحد له علوقه بالفريق انت تختارها لا لا هم يقولون إيه إيه تدري ان إيه؟ في جيل بعيدان إيه؟ هم يختارون علوقتهم لا والله والله عندهم نكنيم عندهم بس ما يسمونها علوقه بالزمن الحديث بلوقه نكنيم نكنيم يا علوقه هي نكنيم يا نفس الحين قبل نقول كشك الحين بوث شنو النكنيم مالك يامي تشان يامي تشان يامي تشان انت توك جاي من الهند انا لا لا هذه كلمه يابانيه مالها شغل اللغات عندي كلها فشنو يامي هي شخصيه من شخصيات الانمي انا واحد احب يعني احب الشخصيه هذه وايد عرفت يامي تشان يامي تشان كلمه تشان هذه ليش انا حبيتها؟ لان تدل على المعزه الله. باليابان لما الواحد ينادي احد مثلا ينادي مثلا يقول له سان هذه بالمعنى انه يعني مثل اخ او شيء كذي بس لما تشوف اثنين يسولفون واحد يقول حق الثاني تشان هذا معناته على طول تعرف ان هذول بينهم ميانه وقويه يعني ليش شنو كلمه كان حبيبي؟ لا مو مثلا يا الرفيج يا العزوه يا العزوه تقريبا يعني الرفيج اجمد يعني انا بقول شيء زين بقول شيء صار قبل لا تقول تكفى هذه الكلمة كان ولدي يقولها عبد الرحمن ايه فذكرني فيها والله صج توني اليوم بالليل لما يكلمني يقول عرفت
شنو الكلمة حد يقولها؟ هذه أي قصدك عرفت؟ عرفت تلقائية تطلع سبحان الله يعني. ها مو واحد يقولها يعني. لا لا. لأن ساعات لما سولف هو يسولف لي يقول رفع أخوي يقول له عرفتي وين؟ هذه ردة فعل تصير. إنزين إحنا عندنا شيء بعد هم في عالم الفيديو جيمز يسمونه تسجيل دخول وتسجيل خروج. ها أوكي. إحنا الحين بنسوي تسجيل خروج بنريح شوية أبو عيدان. نعم. وراجعين لكم مرة ثانية. تفضل بزيارة حصة.com ضاحية حصة أحد مشاريع شركة العقارات المتحدة URC. طول على الراديو واسمع نغم الصباح. سارة يقول لك حكمة تقول لا تتجاهل شخص يهتم بك دائما. زين. فستدرك يوما ما بأنك خسرت الألماس وانت تبحث عنه. حبيبي والله. أنا أحبك. والله منسني والله. صح. والناس الجو صراحة. ترى إحنا اللي تسامنا شيء شوية هذا دمنا خفيف. أنت ما شفت شيء صدق لو تبحر في الفيديوهات ملوتها. أنا صراحة يعني قعدت من بهرة أطالع يعني غير الألعاب. غرفة الفيديو جيمز مالتها. ايه. الفيديو يعني انت هذا المكان تنام فيه ولا بس مخصص حق الالعاب؟ هو مخصص حق الالعاب وممكن نام انام شويه. لازم. بس ايش كثر قاط عليه فلوس؟ شنو ها شنو هالتجهيز؟ شنو هالالوان؟ شنو هالاضاءه؟ يعني اقدعها استديو طاقه بالطوفه. شوفي هذا طبعا اكيد خذ وقت وايد يعني من 2007 خلينا نقول. شيء اشتري شيء واحد مثلا يهديني هديه شيء ايمحهم مع الوقت وضبطتها على قولتهم صارت ما شاء الله. شوفي يعني فوق ال10 سنين صدقنا يعني بعدهم بعد فيها تكلفه يعني تقدر تعترف لي كم من تقاط للحين؟ اتوقع اكيد ما اتوقع يعني ما اعرف بالضبط بس اكيد فوق 7000 دينار بس ما شاء الله يعني. ما شاء الله. يعني انت وزين شنو قصتكم اللي تتعبون على يعني ان حتى ورق الحائط والوان الاضاءه شنو فايده؟ بعرف شنو فايدتها ابي افهم. اول شيء تصوير. عرفتي المود هذا اهم شيء. انا لما ادش غرفتي اول شيء اقول الحمد لله مرتاح نفسيا مكاني على قولتهم هذا البابل مالتي وحاط اجواء مثلا ليتات نفس ايكيا نجوم حاط بالسقف. لا والله حاطك نجوم احب انا احب الجالكسي احب الفضاء جالكسي اكيد تحب يعني عمل اغدى انا مغطى يعني عمل فهذا وايد انا احب يعني اهتم بال على قولتهم بالطاوله شلون اضبطها احط الشخصيات اللي انا احبها الشخصيات على قولتهم اللي استمتع بالعابها وبقصصها كل مثلا تشتري العابها وحط بوسترات. أيوة. وكروت بوكيمون كل حاجه وايد خسران انا. أيوة شفت وايد دفع صدق ودي اقول له شعر ابو قول حق تفضل يعني يستاهل انا سهل بس تفضل عطنا مالت الشعر شي شوي بسرعه. لا مو نبي خميس نبيها يعني نقازيه مو شرط ترى اللي يقول شر ما ادري ليش يقول عزيز يعني. اوكي اقول سلام المشترين ب 5000 الله الاف شرينا والبسمه على الوجه منتشره بناطي ابو عيدان وما في خلاف وسهر ممكن يبيع على 10 يا ابو عيدان تشوف شيء ما ينشاف لا تقول خذيت اللب واعطيتك القشره قشره دائما تذكرني بهارون والسياف وانا دائما اذكرك بالملح والعشره عشره يا سلام حبيبي حبيبي والله الله يسلمك معك فهد الزيد عجيب فهد عجيب الله يخليك انا كذي حاسه اني شويه قمت اضيع باللغه هذه لا بس ها في موضوع اللعبه في موضوع العاب الفيديو جيمز البنات ما يغشمرون صدق بعيدان انت اخذتي هالتجربه انا اخذت هالتجربه قولي لنا عن التجربه مو انا اقول بعيدان يقول لك شلون وضع البنات في عالم الفيديو يلا شوفي البنات ما شاء الله يسلمون والريكوردز والارقام ابيك تعطيني اشياء فنيه شوفي اكيد ترى فيها بنات وايد نفس الشباب يلعبون عرفتي ووايد يهتمون اكيد بالعاب الرعب هذا وايد انا ملاحظه وخاصه الالعاب اللي يكون فيها الغاز وتوصيل اللي يكون فيها بعد قصص رعب يعني مثلا عندك باي ديلايت غزونت ايفل في ناس وايد يعني يحب خاصه البنات يحبون هالالعاب هذه وايد الفرانشايز هذا وايد بالنسبه لهم مشهور ما ادري ليش عجبتني غزونت ايفل قويه اسمها حلو صدقني تعجبك اي غزونت ايفل فالبنات وايد يحبون هالسوالف هذه حتى لما يكون انا عندي فريق لما نلعب مثلا ديد باي ديلايت ما شاء الله البنات لما يكونوا وياي يبدعون باللعب احسن مني زين احنا بنقول شغله في عالم خلينا نقول الحقيقي وفي عالم الشغل
البنات كلها طايحه، طايح يعني طايح من عينهم ان يعني البنت تشتغل وتوصل حق منصب قيادي، ولا في عالم الفيديو جيمز كاسرين هذه القيود. ماكو هيكله وانه يصير وما يصير. هم اللي فاهمين الدنيا صح صدقيني، مو بس فاهمين الدنيا، فاهمين الالعاب يعني شلون يلعبون ويستمتعون. بس نبي اعتراف صدقي، نعم، هل هي فيها ادمان؟ اكيد اكيد. لان انت لما تروحين تلعبين العاب معينه قاعد تطعيم من العالم للاسف نقدر نقول ممكن كئيب، نقول مثلا الواحد يمر بظروف نفسيه ولا شيء كذي ضايق قلقه، لما يلعب خلاص يطلع يرتاح ويغير موده، فهذا شيء وايد ايجابي انا اشوفه بالالعاب فيديو جيمز. فبالعكس هذا شيء حلو. بس ما تكون، خلينا نقول عشان يعني نحقق هذا الوعي، ان المفروض كل شيء يكون له وقته طبعًا. ونحاول ان احنا نرتب اوقاتنا طبعًا. انا في يوم من الايام ترى كنت اعاني من هذا الموضوع. عندي افاتار عمره الحين وصل اعتقد 15 سنه، بس اللعبه يعني ادخلها مثلا العب سنتين سنتين ونص متواصل، بعدين مثلا اقطع فتره وارجع مره ثانيه حق الافاتار مالي. بس خلينا نقول يعني فهمونا شنو افاتار. افاتار يعني فهد تختار انت شخصيه تمثلك داخل اللعبه تكون هي انت في هذا العالم الافتراضي مو العالم الحقيقي. يعني كانت انت داخل ويكون لها عمر ويكون لها فهم يعني فهم وظيفة ويكون في حياة. فبسألك عيدان، شنو أقرب الشخصيات من هذه الألعاب اللي تحس أن هذه الشخصية قريبة منك؟ شوفي طبعا في وايد شخصيات، وايد شخصيات أنا أحبها من كريتوس، بس أنا بقول أن الشخصية اللي وايد أنا شفت نفسي فيها وايد خاصة سارة، نقول من كيندوم هارتس. يعني يدش وايد عوالم، يعني يدش عالم ديزني، يدش عالم سكوير إينكس، يدش عوالم اللي الشخصيات الثانية ويكون أصدقاء. هذه وايد أنا صراحة عجبتني، يعني دونالد، جوفي، حتى ميكي، وشخصيات فاينل فانسي، شخصيات ديزني الباجي، شيء مو طبيعي. عشان كذي أنا أحب هالشيء. تقعد من كم لكم مثلاً؟ قصدك على اللعبة الواحدة؟ لا يعني مثلاً أنت الحين طلعت الحين مشيت منه. إيه. وين تروح؟ مثلاً نرجع البيت أدش لايف مثلاً. على طول تقريبا ما شاء الله. وليتهم على حسب، يعني انا جتني فتره مثلا بكون اقعد عادي 12 ساعه، اقعد 14 ساعه، بس طبعا اكيد مثلا اخذ راحتي شويه يعني اي وجبه وارجع. بس انه لا يعني متواصل عادي 12 ساعه 8 ساعات بس مستمتع، وبنفس الوقت ترى هذا يعتبرها وظيفتي. عرفت؟ فاعتبره تطلع ايجابيه. والله عيدان احنا استمتعنا ومعاك وايد، واتمنى ان احنا يعني اعطينا فكره عن الوجه الاخر لالعاب الفيديو جيمز. الناس عبالها ان هذيل الشخصيات اللي يلعبون فيديو جيمز ناس متقوقعين على روحهم، ما يعرفون يسولفون، ما يعرفون يتكلمون، ما يعرفون ايش يسوون شيء في الحياه، لكن هم احسن ناس في البروبلم سولفينج وحل المشكلات وحل، يعني خلينا نقول وصول حق شغلات لو تدربوا عليها في عالم الفيديو جيمز يكونون أحسن ناس في الحياة العادية. كان معاكم في المايك الرابع عيدان بوعيدان، سعيدين جدا فيك. بعد جودي والله ما قصرته، وأنا وايد مستمتع ومستانس وكافي شوفتكم. والله بوعيدان ترى يعني كيف قون ويك بشوش ما شاء الله وكله تضحك، ترى بصير فيديو كمان. بس أنا أحب الناس اللي شو اسمه، أما الناس اللي من هذا ما ليش دعوة بدون تنظرية الناس الرأي. احنا بنختم مع عرفت.